السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبائي وإخواني وأحبابي، كلمنا المرة اللي فاتت عن بداية لموضوع فتح بيت المقدس على يد يوشع ابن نون عليه السلام، وكلمنا مبارح وقفنا عند دخول سيدنا موسى عليه السلام إلى أرض فلسطين، ويأتيه الأمر من المولى عز وجل أن يأمر بني إسرائيل ليذهبوا لفتح المقدس. أسأل الله عز وجل أن يطهره من دنس اليهود، وأن يفرج كرب إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. المولى عز وجل بيوضح كيف تم الفتح من خلال تلك الآيات العظيمة. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، شوف خد بالك من حاجة، قبل ما يأمرهم بالتكليف بيذكرهم بالنعمة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. خير حضرتك لما تيجي تتعامل مع واحد بتقول له شوف أنا يا ما أكرمتك ويا ما عملت معاك ويا ما ويا ما، ممكن بقى أطلب منك حاجة؟ عارف الإنسان يستحي لما تذكره بنعمك عليه واللي أنت عملته معاه. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إن بيقوله ذكرهم بالنعم الأول قبل ما تأمرهم بالتكليف. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، خد بالك بقى، اذكروا نعمة الله عليكم. إيه النعمة اللي كانت هم بقى لازم يذكرهم بها؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إيه إذ جعل فيكم أنبياء؟ إنه كلما قتل نبي من أنبياء بني إسرائيل أو مات كان في نفس اليوم أو تاني يوم كان لابد من بعثة نبي آخر في هؤلاء الناس، لأنهم أصلا هم كانوا يعني كانوا ضيعين جدا حتى في وجود الأنبياء. فتخيل بقى أنهم يعيشوا من غير أنبياء، دي مصيبة كبيرة طبعا هم لا يتحملوها أبدا، والأمم هناك لا تتحمل معاملتهم من غير أي حد من الأنبياء يعلمهم الخلق والسلوك الطيب. إذ جعل فيكم أنبياء، أي أنه كلما مات نبي أو قتل نبي، وفي الغالب كانوا بيقتلوا، خد بالك، بعث فيكم نبيا وجعلكم ملوكا. الله، هم كل بني إسرائيل كانوا ملوك؟ كانوا ملوك إزاي؟ الرجل في بني إسرائيل كان إذا أمتلك زوجة ودارا يعني بيت يعني ودابة كان يسمى ملكا. يعني الإنسان لو عنده دابة، عنده كده مثلا حصان أو ناقة أو أي حاجة أو حمار أي حاجة عزكم الله، وعنده بيت تعيش فيه ومعاه زوجة، يبقى بيسمى في هذا الزمان ملك. فكان كل واحد فيهم كما قال ابن عباس، كل واحد في بني إسرائيل كان أقل واحد في بني إسرائيل كان يمتلك زوجة ودار ودابة وخادم في بعض الروايات الأخرى، يعني أربع حاجات: زوجة وخادم ودار ودابة. فكان الحاجات دي كان أي واحد فيهم كان بيمتلك الأربع حاجات، يعني بالبلدي كده كانوا عايشين عيشة في زماننا ده تعتبر مرفهة. واحد عايش في فيلا وعنده خادمة وعنده زوجة وعنده عربية، إنسان مرفه. هم كل بني إسرائيل بقى كانوا مرفهين. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، خد بالك بقى، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. خلص كده التفكير بالنعم بعد نعمة التوحيد ونعمة معرفة المولى عز وجل. بعد كده المولى عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام إن هو بقى يذكره، يطلب منهم التكليف. ايه التكليف؟ عايزين نفتح بيت المقدس. إنه زي ما قلت لحضراتكم لما سيدنا يعقوب كان عايش في أرض فلسطين هو وبنيه وأحفادي، وبعدين تركوا أرض فلسطين وراحوا لسيدنا يوسف في مصر لما كان عزيز مصر، فضلوا هناك، وسيدنا يعقوب يعني وفاته المنية فطلب من سيدنا يوسف أنه إذا مات أن يدفنه في أرض فلسطين، وراح دفنه في أرض فلسطين ومكث شيئا يسيرا أيام كده، قام راجع تاني مرة تانية إلى أرض مصر. وبعدين سيدنا يوسف مات في أرض مصر، ووصى أخوه بنيامين أنه لو مات وأراد أن يخرج بنيامين هو وبني إسرائيل من مصر أن يأخذوا جسده ليدفنوه فين؟ في يعني في الأرض المقدسة بالقرب من بيت المقدس. وبالفعل أخرجوا جسده، والذي أخرج جسده كان سيدنا موسى عليه السلام، هو من معهم بني إسرائيل، وراحوا راجعين فلسطين دفنوا سيدنا يوسف. وبعد كده جاء الأمر بفتح بيت المقدس، فسيدنا موسى بقى بيذكرهم بقى بالتكليف: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. طبعا في الفترة التي خرج فيها سيدنا يعقوب وبني إسرائيل، طبعا اللي حصل في الوقت أن هم من العماليق، ناس عمالقة ضخام جدا، عمارات ماشية، خد بالك،
وقلنا في سبب النزول امبارح تكلمنا ان سيدنا ابن عباس بيذكر ان سيدنا موسى طلب من 12 فقط من النقباء اللي كانوا معاه، لهم روحوا بس شوفوا اخبار الناس دي، اعرفوا لنا اخبارهم عشان نعرف بس هنقاتل مين. شافهم واحد من الجبارين فوضعهم ال 12 في ثوبي، حطهم بقى في كم وحطهم في جيب وحطهم في عبو، ما تعرفش حطهم فين بقى، واخد بالك؟ زرر بيهم القميص يعني، ما تعرفش طبعا الحاجه بقى يعني ايه، حاجه ضخمه. وخدهم وقدام لقومه، فلما شفوهم انتم مين؟ قالوا احنا 12 نقيب من نقباء موسى عليه السلام، بعتنا عشان نعرف اخباركم. قالوا طب خلاص بصوا عشان نعرف اخبارنا ويعرف الجيش اللي هو بيستعد له، ادوا له عنبايه بس، احنا هنديكم مش عنقود عنب ولا شجره عنب، لا هنديكم عنبايه فقط، خدوا العنبايه ديت وصلوها لموسى عليه السلام وقولوا له الناس دولت لما بيجي ياكلوا دي عنبايه من اللي بياكلوها. العنبايه قد ايه؟ العنبايه طولها 2 متر في حجم البني ادم. فال 12 شالوا العنبايه وراحوا لسيدنا موسى قالوا هي دي العنبايه من العنبات اللي هم مثلا ايه يعني بيعملوا بيها حشو اسنان، واخد بالك؟ فطبعا قوم بني اسرائيل اول ما شاف المنظر قال لا لا يمكن، قال يا موسى ان فيها قوما جبارين. هو ده بقى ايه المغزى او ده التفسير الكلام اللي احنا بنقوله، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن، خد بالك لن تفيد الاستحاله، وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلون. يعني حته حلوه قوي، احنا مش هنخش بيت المقدس الا لما العمالقه دول يخرجوا، لو خرجوا والله العظيم مالك علينا حلفان داخلين ان شاء الله داخلين، يبقى انتوا عملتوا ايه لما هم يخرجوا؟ ما المطلوب منكم ان انتوا اللي تخرجوهم. فقالوا له قال يا موسى ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فان داخلون. ربنا كرم سيدنا موسى باتنين ما شاء الله قلبهم مليان باليقين والتوكل والثقة في الله، مين هم؟ هنعرفهم حالا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا على العمالقة دول الباب، فإذا دخلتموا يقينا فإنكم غالبون. الله، فإذا دخلتموا فإنكم غالبون. طب السلاح فين؟ قالوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ده الغلام بتاع أصحاب الأخدود معدي أسد كده قفل السكة على الناس كلها، والغلام بس مسك حتة حصواية قد كده، حصواية كده لو رميتها في قطة قطة تقول لك كمان، خد بالك؟ فتخيل دي تعمل في أسد، ده الزغزغ وده تخليه يفطس روحه من الضحك، خد بالك؟ ورغم ذلك مسك الحصواية الصغيرة دي وقال بسم الله اللهم يا اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. رمى الحصوية الصغيرة دي فوقعت في الأسد فمات الأسد، إكراما لهذا يعني كرامة لهذا الغلام. فإذا كنت أنا بتوكل على الملك سبحانه وتعالى، بقى الملك سبحانه وتعالى مش هيهلك هؤلاء العماليق، هؤلاء الناس الجبابرة اللي موجودين في مدينة بيت المقدس. قالوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خد بالك بقى، أمو بقى خلاص بقى يعني عشان سيدنا موسى يقطع الأمل منهم تماما، قال يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. طب خليكم بقى يعني إيه اتكلموا مع سيدنا موسى، ده كريم الله سبحانه وتعالى، ده رسول من أولي العزم الخمسة، كلموا معاه بشيء من التأدب. لا 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 لا، قال له فاذهب أنت وربك فقاتلا، روح أنت وربك بقى قاتلوا بقى اعملوا أنت عايزينه، إحنا أنتوا أحرار. شوف الاسلوب ده، في واحد في الدنيا عنده ذر الدين يقول لنبي من الانبياء بالرسول من اولي العزم الخمسه يقول له روح انت وربك قاتله؟ اهو بنو اسرائيل عملوا ده. مين بقى؟ ده دول الخلاصه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان دول الخلاصه، دول بقى يعني الخلاصه اللي هو اصطفاهم كده وخدهم من بني اسرائيل، دول الناس اللي ايمانياتهم بقى يعني وصلت الى الثريا. قالوا اذهب، قالوا ايه؟ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. اقسم بالله جل وعلا ما وجد على وجه الارض اصحاب لنبي من الانبياء مثل اصحاب النبي المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف اصحاب موسى ربنا بيقول عنهم، بيقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني السبعين ألف الجمال اللزاز اللي سيدنا موسى اختارهم من الآلاف الكبيرة دي كلها، دولت فيهم سفاهة، دول اللي هم يعني إيه اللي هم الخلاصة بتوع بني إسرائيل. قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. شوف أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام
لما قالوا لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. شيء عجيب جدا. شو بقى في المقابلة بقى أصحاب النبي عليه السلام في غزوة بدر لما النبي كان رايح للحصول على العير على القافلة وتحول الأمر إلى قتال، وطبعا كان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، كانوا كلهم على بعض 314، تلت مهاجرين وتلتين أنصار، يعني الجهاد كله يكون على أكتاف الأنصار، وفوق ده كله عدد المهاجرين مع الأنصار تلت عدد الجيش الكافر. فالنبي يعمل إيه؟ فقال أشيروا علي أيها الناس، عايز يقول يعني إيه، أنا عايز أطلب من الأنصار إن هم يقفوا معانا، لأن بيعة العقبة الثانية إن النبي أخذ عليهم العهد إن هم يقاتلوا معاه في المدينة، هم الآن بره المدينة، ولو إن والله العظيم لو النبي أمرهم هيدخلوا سمعا وطاعة لأمر رسول الله. فقال أشيروا علي أيها الناس، فتقدم أبو بكر فتكلم أحسن، وتقدم عمر فتكلم أحسن، وتقدم المقداد رضي الله عنه وارضاه. فقال يا رسول الله، شو بقى علاقة دي بالكلام اللي قالوه بنو إسرائيل؟ فقال المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا سلام، فرق السماء من الأرض ما بين أصحاب موسى عليه السلام وما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا، شيء عجيب حاجة. وبعدين بقى لما كملوكوا بقى اللي قالوا سعد بن معاذ حاجة فوق الخيال. فالنبي رح مكرر الموضوع، كرر الكلمة دي ليه؟ أشيروا علي أيها الناس، لأن المشكلة إن الثلاثة اللي اتكلموا دول مهاجرين، أبو بكر وعمر المقداد، النبي عايز رأي الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ. الكلمات والله العظيم كان واحد يتمنى يكون هو صاحب الكلمات دي يموت بعدها. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله أكبر. تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية قال له لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، وصل حبل من شئت، اعمل المعاهدات اللي أنت عايزها، واقطع حبل من شئت، واقطع المعاهدات اللي أنت عايز تقطعها، خد بالك، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي نفسي بيدي لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان. البركة من غمدان أو بركة الغماد دي كان بينها، كانت في جنوب المملكة، في جنوب عند اليمن، ما بين المدينة المنورة وما بين البركة من غمدان 13 قبيلة كلهم يطلبون رأس النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يقتلوا النبي عليه السلام. قال لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه، قال سير وأبشره، فإن الله وعدني إحدى الحسنين أو إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا، هنا يقتل أبو جهل يقتل هنا أبو جهل، هنا يقتل فلان هنا يقتل فلان، في كل مكان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق العجيب ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أصحاب موسى وبين أصحاب أي نبي آخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالمهم قالوا له يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. في اللحظة دي خلاص سيدنا موسى يائس من هؤلاء القوم إنهم ما يدخلوا ويحرروا بيت المقدس. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. خد بالك. فقال جل وعلا فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة يعني أرض بيت المقدس دي محرمة عليهم أنهم يخشوها، فإنها محرمة عليهم قد إيه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله أكبر. يبقوا واقفين في المكان دوت وعايزين يخشوا إلى بيت المقدس، يفضلوا يلفوا ويدوروا ويخشوا من هنا ويطلعوا من هنا ويرجعوا يلاقوا نفسهم في نفس المكان اللي كانوا واقفين فيه، مش عارفين يروحوا فين.
40 سنه حبيب قلبي. تخيل حضرتك، تخيل واحد عايش في اكتوبر هنا مثلا ولا في زايد، خد بالك، وعايز يطلع مثلا ينزل مهندسين، ينزل بدايه التحرير، يلف الدنيا، خد بالك، تخيل عمال بيلف 40 سنه حوالين نفسه، يخش من شارع ويطلع من شارع، ويخش زقاق يطلع من حاره، في الاخر يلاقي نفسه في نفس المكان. ايه اللي حصل لهم في فتره التيه ده؟ اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك وادعي لاخواننا في سوريا. رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وتعالى نشوف ايه اللي حصل لبني إسرائيل في فترة التيه. التيه دي كانت قد ايه؟ كانت 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. رغم ان هي فترة عقاب، لكن شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله، ربنا الودود سبحانه وتعالى اللي بيتودد لعباده وهو الغني عنهم، فحين هم رفضوا ينفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى وعصوا أمر رسولهم سيدنا موسى كريم الله، رسول من أولي العزم الخمس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ورغم ذلك تحكم عليهم بالتيه إنهم يتوهوا في نفس المكان اللي هم موجودين فيه دوت، وما يقدرش يدخلوا بيت المقدس ولا يقدروا يخرجوا من فلسطين. كل ما يلفوا يلفوا يلاقوا نفسهم في نفس المكان. طيب هيخرجوا؟ مش هتين يخرجوا ولا دين يروحوا أي مكان. هيأكلوا منين ويشربوا منين؟ ما دي مشكلة كبيرة جدا برضو، وربنا سبحانه وتعالى رحيم، فربنا سخر لهم أسباب عجيبة الشكل، أسباب لا تخطر على قلب بشر. الدنيا شمس، هم ما فيش بيوت يدخلوها، فربنا سخر لهم الغمام، السحاب. السحاب ده فوق دماغهم يظل هؤلاء الناس في أي مكان يتحركوا فيه، السحاب ده وراهم عمال يضلل عليهم. ممكن ينزل مطر، لو نزل مطر هيفضل، لا خليك كده، يفضل السحاب ده 40 سنة فوق دماغهم، الغمام ده فوق دماغهم 40 سنة يظلل عليهم ولا يتركهم أبدا، يعيشون في مكان في شمس أو في حر أو غير ذلك. نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. نشوف الأدلة من القرآن دلوقتي، دي النعمة الأولى. طب دي نعمة الإيه؟ الظل، الحمد لله رب العالمين، وده أغناهم عن السكن وعن أي حاجة، وإن هم بقى يبقوا عايشين ومبسوطين، مفيش لا شمس عليهم ولا حاجة نازلة عليهم ولا مطر ولا أي حاجة. الحاجة التانية، طب عايزين ياكلوا ويشربوا، يعملوا إيه؟ فربنا سخر لهم المن والسلوى. المن ده نبات كان بيطلع لوحده من غير ما يسقوا ولا يزرعوا ولا يعملوا أي حاجة ولا يعملوا أي مجهود. المن ده عبارة عن شجر، كل يوم الصبح يطلعوا يلاقوا كده مندي، عامل زي ايه؟ بيطلع كده حاجه زي الندى كده، الندى ده بتاعهم بتاع الزرع ده او بتاع الثمره دي، عامل زي ايه؟ عامل زي الزبده المخلوطه بالعسل، ده المن. والسلوى طائر، طائر معروف اسمه السلوى، كانوا بيلاقوه حينما يجدوه من غير حتى ما يصطادوه ولا اي حاجه، مجرد ما يقربوا له يجي لهم حد عندهم يذبحوه ويشوه وياكلوا ومبسوطين اخر انبساط. يبقى ادي الظل الحمد لله، الغمام، والحاجة التانية المن والسلوى. المن ده مثلا نقول هيفطروا بيه، والسلوى يتغدوا بيه، وممكن المن يتعشوا بيه، حاجات كده ايه مناسبة جدا لحياتهم، وكان أكل جميل جدا في غاية الروعة. الحاجة التالتة، طب عايزين يشربوا، يعني هم دلوقتي كلوا وعايزين يشربوا، هيشربوا ازاي؟ ربنا سخر لهم حاجة عجيبة جدا لا تخطر على قلب بشر، لكن في بقى خط أنابيب، ولكن في خط مياه، ولكن في آبار موجودة هناك، مش عارفين يعملوا هيشربوا ازاي. فربنا سخر لهم صخرة، الصخرة ديت بيحطوها على الدابة، أينما ذهبوا في أي مكان يقوم نازلين الصخرة ديت وضربينها كده ضربة تروح مطلعة مية. المية دي مية من أنقى وأجمل المياه الموجودة، فيشربوا منها وينبسطوا وياخدوا مية منها، إذا كانوا يغتسلوا إذا كانوا شاف إيه. المهم إيه؟ ربنا سخر لهم ثلاث حاجات. تعال نشوف الأدلة من القرآن. قال جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يبقى ظللنا عليكم الغمام، تمام، وبعدين ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الله أكبر. طب بالنسبة بقى للصخرة، قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه، طلب السقيا لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. خد بالك بقى، شوف بقى الجمال اللي في الدنيا. هم كانوا 12 سبط، 12 قبيلة، وكل قبيلة كانت تأنف ان هي تستعمل ادوات القبيلة الثانية، او انها تشرب من نفس العين، او انها تجتمع معها على طعام. كل قبيلة تقعد لوحدها كده تاكل، كل قبيلة تشرب من مكان معين. فلما جه سيدنا موسى ضرب الحجر فطلعت منه عين واحدة شرب، قال لا ما نشربش كده،
احنا تشقنا من الحجر ده 12 عين، فكل قبيله تشرب من عين. شوف تخيل اللي يعني الطلبات الغريبه، هم فتره تيه وفتره عقاب يعني، خد بال حضرتك. فربنا سخر بقى ليهم ان الصخره دي تطلع 12 عين. قال جل وعلا: واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم. كل قبيله عارفه العين اللي هتشرب منها، هي دي العين بتاعتكم اللي انتم هتشربوا منها. تمر الايام حبايب قلبي ويموت سيدنا موسى ولم يتمكن من فتح بيت المقدس، وتنقضي فتره التيه فتره العقوبه. وطبعا احنا لحد الان ما عرفناش مين هم الرجلان، او ان هم الرجلان اللي هم قالوا الكلمات الجميله التي قيلت في السوره. قال قام رجلان كما قال جل وعلا في الايه، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. من الرجلين دولت؟ يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى. يوشع ابن نون لو تتذكروا حضراتكم، ارجعوا معايا بالذاكرة كده ان شاء الله، قريبا ان شاء الله نعمل لكم بقى ايه دروس قصص الانبياء كاملة ان شاء الله، تكون ان شاء الله اتمنى تعجبكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. الرجلين دولت يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى. كالب ابن يفنى لم يذكر بعد ذلك، انما يوشع ابن نون هو الذي ذكر بعد ذلك. ليه؟ لان سيدنا يوشع ابن نون ده، فاكرين حضراتكم في سوره الكهف، فاكرين لما سيدنا موسى راح يقابل سيدنا الخضر وكان معاه الفتى، الفتى اللي كان معاه دوت، هو ده بقى الفتى اللي هو يوشع ابن نون، يا تلميذ سيدنا موسى، تلميذ سيدنا موسى الذي تعلم على يديه العلم والأدب والحلم والخلق والسلوك والمعاملات إلى غير ذلك. فبعد وفاة سيدنا موسى مباشرة أكرم الله عز وجل يوشع بن نون بأن أقامه على بني إسرائيل خليفة نبيا، بقى ملك ونبي في نفس الوقت. فربنا كلف بقى سيدنا يوشع بن نون، خلاص انت بقى جيت دور عليك، انت بقى القوم بفتح بيت المقدس. يقول اهل العلم، منهم من قال ان هو كان لسه بني اسرائيل موجودين وتابوا الى الله سبحانه وتعالى ورجعوا، فسيدنا يوشع خدهم وفتح بهم بيت المقدس. ومقال اخرى اظن هي دي الاوثق، ان بقيت بقايا بسيطه جدا من الجيل الاول، واخذ اكثر الجيل الجديد بقى الذي لم يرى حياه الذل وحياه العقوبات دي كلها، ودخل بالجيل الجديد عشان يفتح بيت المقدس. لكن اشترط شروط جميله جدا توضح على ان هو قائد فذ، ان هو ما بيهتمش بالكيف، ما بيهتمش بالكم، لكن بيهتم بالكيف. هو مش فرحان ان هيكون معايا في الجيش 20,000 او 30,000 او مليون، انا يهمني يكون معايا ان شاء الله حتى 1000، بس يكونوا نوعيه تثبت وتصمد وتبعد عن الشبهات والشهوات، وتحاول تتقي ربنا سبحانه وتعالى قدر امكانها، علشان ربنا يكرمنا ويغنمنا الفوز في هذه المعركه. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان يوشع بن نون قال: لا يتبعني منكم رجل، لما جهز الجيش بقى راح يفتح بيت المقدس، قال: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولم يبني بها. بيقول ما حدش يجي معايا الجيش واحد يكون بلغة العصر كده كتب كتابه ولسه ما دخلش بزوجته، يعني مشتاق ان يشوف زوجته ديت ويعيش معاها. لو واحد عاقد على امرأة ولسه ما دخلش بها، لو سمحت ما يجيش معايا. ليه؟ قال لان هو في الجيش هيبقى قلبه متعلق بمراته، بحبيبته، زوجته، خد بالك، ومشغول بيها وشغوف عليها ومشتاق للقائها، فقال ده ما يجيش معايا خالص، انا عايز واحد عقله وقلبه معايا في الجهاد، مش عايز واحد مشغول عن الجهاد باي تاني. قال: ولا احد بنى بيوتا، خد بالك، ولم يرفع سقوفها. واحد بيبني بيت مثلا دورين ولا حاجه، يا دوب بنى الدور الاولاني وما نماش لسه السقف، فخايف بقى على اولاده من البرد ومن الحر بقى، وخايف على ثروته، وخايف وخايف. قال ده ما يجيش معايا، لانه طول ما هو معايا في الجهاد بيتمنى اللحظه اللي يرجع فيه عشان يلحق يرمي السقف، عشان ايه؟ يحافظ على بيته ويحافظ على الولاد. ده ما يجيش معايا، لان ده قلبه مشغول بحاجه غير الجهاد في سبيل الله. يبقى اول واحد ما يجيش معايا واحد كتب كتابه على احد ما دخلش بيها، ثاني واحد ما يجيش واحد بنى بيت، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ما يجيش واحد بنى بيت ولسه ما عملش السقف، والثالث ولا احد اشترى غنما وهو ينتظر ولادها. ولا حد يكون اشترى صفقة غنم كتيرة كده والغنم دي حوامل ولسه هتولد، فهو محتاج بقى يراعيها بقى ويشوف طلباتها وحاجاتها، ما يجيش معاه لانه هيبقى مشغول بالغنم. التلاتة دول ما يجوش خالص. ولذلك لما دخل معانا قلوبهم كلها على قلب رجل واحد، مهتمين جدا بالجهاد بالفتح بغير ذلك،
هؤلاء هم الذين كان الله عز وجل جعلهم سبب للنصرة ولفتح بيت المقدس. كيف تم الفتح؟ في عجالة سريعة جدا جدا في الثلاث دقائق اللي باقيين أو الدقيقتين ونص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، هنقول اللي حصل إيه الأول ونقول الحديث بعدها، أن سيدنا يوشع بن نون لما جه يفتح بيت المقدس كان الكلام ده إمتى يا جماعة؟ كان الكلام دوت يوم الجمعة. يوم الجمعة طبعا صباح السبت، خدوا بالكم هم يوم السبت ما لا بيقتلوا ولا بيعملوا أي حاجة، ده عقيدة، ده حاجة كده في شريعة بني إسرائيل، إن هم ما يعملوش حاجة أبدا يوم السبت. طيب هو دلوقتي يوم الجمعة، وبعدين تضايفت الشمس على الغروب، خلاص الشمس قربت تغرب، لو الشمس غربت بينفصل الجيشان، لان هما ما بيقدروش يقاتلوا بالليل، مفيش انوار، خد بالك، وهيجي صباح تاني يوم السبت لو الاعداء هجموا عليهم هيستسلموا، هم هينضربوا لانهم ما يقدروش يعملوا اي حاجه ولا حتى يردوا على الاعداء لان ده يوم السبت. ايه اللي حصل؟ فنظر يوشع ابن نون الى الشمس، كان الكلام ده لسه بعد عصر الجمعه ولسه قربت تغرب كده، فقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب حتى فتح الله عليهم بيت المقدس، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. وهكذا تم فتح بيت المقدس. وإن كنا نذكر بمثل هذا فنذكر بمثل هذا عشان نقول يا جماعة، وسهل جدا أن يفتح بيت المقدس في يومنا هذا وفي عهدنا هذا، لو عملنا اللي قالوا يوشع بن نون وكالب بن يفنى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا دخلتموه، يعني سبحان الله، يعني أنتوا بس مجرد بس يعني 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 مجرد ما تروحوا إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونفتحه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. محتاجين بقلوب راسخه، ومحتاجين بقلوب قويه، ومحتاجين بصدق واخلاص من قلوبنا ان احنا ليل ونهار بالله عليكم يا اخواني ندعي لاخواننا في سوريا. المآسي والمجازر التي تعرض يعني على شاشات القنوات الاخباريه، والله العظيم ما تيجي 10% ولا حتى 20% من اللي بيحدث لاخواننا في سوريا. انا غدا ليا لقاء ان شاء الله بعد درس لايه وحكايه هنا في قناه الناس، ليا ان شاء الله لقاء لمده ساعه على قناه سوريا اليوم، هنتكلم عن أحداث سوريا إن شاء الله، وندعو لإخواننا وأحبابنا هناك ربنا يفرج همهم ويفرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نعيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى لما نقرأ في الكتاب المستبين.